انطلقت جلسات الملتقى العربي الأول للإعلام البرلماني في مملكة البحرين تحت عنوان الإعلام البرلماني والرقمنة، الفرص والتحديات. هذا الملتقى يقام برعاية رئيس مجلس الشورى وينظم من قبل المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، حيث يهدف إلى تطوير الرسائل الإعلامية الخاصة بهذا القطاع ومناقشة آلياته الخروج برؤى متجددة تثري ساحة الإعلام البرلماني. آفاق جديدة للإعلام البرلماني فتحت مع تطور الأدوات المستخدمة في العصر الرقمي، ما أكد الحاجة إلى متابعة التطور ومواكبته. ويأتي الملتقى العربي الأول للإعلام البرلماني تحت عنوان الإعلام البرلماني والرقمنة، الفرص والتحديات، لينقل الأفكار ويشاركها ليصل بها إلى طرق تلبي وتواكب التطورات الإعلامية الحديثة. هذا الملتقى في تقديري واحد من أهم الملتقيات الإعلامية اللي بتعقد خلال الفترة الحالية، أولا لأنه الإعلام بشكل عام وصناعة الإعلام بتمر بمتغيرات كبيرة، ثانيا أنه تطورات تكنولوجيا الإعلام متسارعة ومتنامية، النقطة الثالثة أنه الإعلام البرلماني من التخصصات المهمة جدا اللي على علاقة وثيقة بالمواطن وبالدولة وبمؤسسات الدولة، وبالتالي من المهم أن احنا نناقش كل هذه القضايا. مملكة البحرين تستضيف حدث مهم ويأتي لأول مرة، وهو الملتقى العربي الأول للإعلام البرلماني الذي يجمع كوكبة كبيرة من المختصين في الشأن الإعلام البرلماني وكذلك الممارسين لهذا العمل، إضافة إلى ذلك أنهم يعني يناقشون جانب مهم وهو دور الإعلام في تعزيز دور هذه المجالس وأهدافها والوصول إلى الجمهور، إضافة إلى ذلك تسليط الضوء على الإعلام الرقمي. هذا الملتقى ضم الإعلاميين المختصين في هذا المجال من مختلف الدول العربية للاستفادة من الأفكار المختلفة وتعزيز التعاون والشراكة. ما يطرح اليوم هو مهم جدا، ويجب على الإعلاميين في الوطن العربي أن يتدارسوا هذا الموضوع بشكل جيد، وأن نستعد لمستقبل إعلامي جديد يعني وانطلاقة جديدة في الإعلام من أجل التواصل بين البرلمان والمواطن. هذه الملتقيات تعطي نوع من التلاقح الفكري، نوع من التقاء وجهات النظر، من طرح مختلف الوجهات التي تتنوع بين الإعلام البرلماني سواء في المغرب العربي أو الإعلام البرلماني كرؤية مثلا في الجزائر وبين نظيره في مختلف البلدان العربية. هنا يمكن أن نستفيد من التجارب، نستفيد من الخبرات المتواجدة. كان مؤتمر فعال للغاية، وفي انطلاقة إن شاء الله راح تكون من هذه الأرض الكريمة المنامة عاصمة البحرين لكي ننتقل إلى عالم ثاني ومختلف تماما في عالم الإعلام والرقمنة في المجتمع العربي. جهود مستمرة للتطوير والسير ضمن التحولات التكنولوجية لضمان تقديم معلومات دقيقة وشاملة وتعزيز الشفافية والمصداقية وتحقيق الأهداف التي تصب في مصلحة الدول والشعوب. خبرات طرحت وتطلعات نوقشت في هذا الملتقى الذي ضم المختصين بالإعلام البرلماني والذين جاءوا من مختلف الأقطار العربية لمناقشة هذا الإعلام والنهوض به والوصول إلى الأهداف المرجوة. شوق العثمان لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.